مساء الخير شباب بنات. ما دي بلا فيس بريمورال، بس شو اسمه توضيح سريع يعني على على الموديل. it's the smallest premolar in human dentition. طبعا مثل ما نلاحظ الماندبلر فيس بريمولار اللي هو هذا، تقريبا أصغر الأسنان مثل ما نلاحظ. الأشياء اللي شو اسمه اللي الماندبلر فيس بريمولار تشابه بيها ويا الكناين، اللي هو أول شيء نلاحظ ما نلاحظه هيك شيء، هو هذا الماندبلر فيس بريمولار. نلاحظه شوية تشابه ويا الكناين بشنو، بالكسب مالته. هذا نلاحظه تشابه ويا الكسب، لما نبعله من هاي الجهة نلاحظ انه اثنيناتهن يكونن شارب بالنسبة للكناين والمانديبولر فيس بريمولر والمانديبولر كناين. نلاحظ الكسب يكون شارب، يكون لونج، ويقول وتقول شو اسمه البوكال كاسب عفوا is the only occluding cusp. only occluding cusp يعني بس هو اللي يطحن، يعني بمعنى آخر الكسب الثاني اللي هو اللينجوال كسب، هذا عبارة عن more developed cingulum. يعني ايش بس cingulum؟ يعني مو كسب، خلينا نقول مو كسب بشكل واضح، يعني مثل ما نلاحظه هذا اللينجوال كسب، يعني تقريبا نيتشي شي اسمه مثل السنجلم، يعني ما طالع مثل ككسب. يعني شلون هذا هسه هذا اللينجوال كسب بين ككسب، يعني بس بين ككسب، يعني يعني شوية اسمه بارز لي فوق وبي تيب اوف ذا كسب واضحة، بينما هنا لا، مثل يعني تقريبا صاير يعني مو يعني اسمه مو كلش متطور، يعني صار مثل السنجلم. تلاحظون الحافة مالته شوية، يعني هي بالحقيقة هي الحافة مالته تكون بوينتد، يعني تيب اوف ذا كاسب يكون بوينتد، لكن لو نلاحظها يعني شوي هي شلون نقول عليها فلات او ممسوحة، يعني مو مور ديفلوبد، مو كلش بوينتد، مو شارب. الاوكلوسال سيرفيس سلوبس شاربلي لينجوالي ان سيرفايكال دايركشن، طبعا هاي ايضا بها معنى ثاني. الاوكلوسال سيرفيس سلوبس، الاوكلوسال سيرفيس سلوبس هو نفسه الاوكلوسال اوت لاين اللي هو هذا داير ما دايره، هذا شو نلاحظه؟ نلاحظه انه سوي هيك افضل، نلاحظه انه السلوبس مالته او خلينا نقول هو الكلوزر اوت لاين كله يكون شابلي لينجوالي ان ا سيرفايكال دايركشن، ان ا سيرفايكال دايركشن يعني ينزل، يعني شو يعني لما نقول هذا مو الكلوزر اوت لاين هذا كله، تلاحظون انه الكروسال اوت لاين لما شفناه هيك شيء يكون شابلي عفوا يكون شابلي لينجوالي، يعني المساحه مالته مال الكروسال اوت لاين تكون قليله لينجوالي، بينما هنا كبيره بوكالي، هنا قصيره لينجوالي. ان سيرفايكال دايركشن مقصود ب يعني باتجاه الروت، تلاحظون انه الاوت لاين جاي ينزل هيك شيء، ينزل هو لما نروح لينجوالي جاي ينزل، ليش؟ لانه هو اساسا لينجوال كاسب يكون قصير، فهذا الشيء اكيد راح ينزل الاوت لاين، ان سيرفايكال داكشن يعني ينزل يعني باتجاه الروت، خلينا نقول او ان سيرفايكال داكشن هيك يميل، شوفوا هيك يميل. بعد النقطة الثالثة اللي يسمى بوكال كاسبريدج is shorter than the distal بوكال كاسبريدج، اعتقد هنا المقصود الميزة بوكال كاسبريدج ديستا بوكال كاسبريدج هو اساسا هو بس
احنا هو هذا المانديبولا فيس بريمولر بي تو كاسب اللي هن هذا اللينجوال وهذا البوكال. اساسا هو احنا عندنا بس بوكال كاسب واحد زين، هذين شنو يسمى بوكال ريدج ديستال بوكال ريدج اللي اعتقد هذني اللي هن هاي جهة الديستال وهاي جهة الميزيال. شو اسمه جهة الميزيال ال ديستال بوكال كاسب ريدج اللي هي هاي، طبعا هاي لازم اوضحها بالصورة هسه بعدين اوضحها بالصورة. والاشياء هسه هذا اللي جاي نحكي عن الاشياء اللي تشابه بيها ويا الكناين، يعني الكاس بيكون شارب بيكون لونج، وايضا بي انكلينيشن او خلينا نقول تيبر او خلينا نقول يعني هو الاوت لاين يكون ايش اسمه يتناقص باتجاه اللينجوال ان سيرفايكال داكشن تيبر تيبر سلينجوالي. والاشياء اللي تشابه وياها ويا المانديبولا ساكت بريمولر، طبعا اكو تشابه شيء اكيد بين المانديبولا فيس بريمولر والمانديبولا ساكت بريمولر، اللي هو اول شيء الكونتاكت ارياز. كونتاكت ارياز اللي هن هذين طبعا راح اوضحهم بصوره بعدين. هذا مانديبولا فيس بريمولر، هذا ساكت بريمولر. لاحظ انه الكونتاكت ارياز ات ذا سيم ليفل، هاي كونتاكت اريا، هاي ميزل وهاي ديستر تقريبا هنا صايرة، وهاي أيضا تقريبا at the same level. The curvature of cervical line ميزل وديستر يكون نفس الشيء. وآخر شيء the tooth has more than one cusp، واضح. وآخر شيء قايلة إنه the root of the four، the root of the four يعني ال four هو نفسه المانديبولار face premolar، لكن هو حسب نظام الترقيم يسموه 4 is in between the 3 the 3 يعني الكناين اللي هو هذا and 5 اللي هو مانديبولا ساكت بريمولر. الوراها البرسيبل ادنتيفاك فيتشرز marked lingual inclination of the crown. هاي النقطة راح اوضحها استفد شوية فيديو ثاني. two cusps the vocal is larger، هذا ما دبل فيس بريمولر، هذا البوكال كاسب وهذا اللينجوال كاسب. نلاحظ انه البوكال كاسب يكون اكبر، هذا البوكال كاسب يكون اكبر من اللينجوال كاسب. وحتى نلاحظ اللينجوال كاسب احنا نلقانا بالما دبل فيس بريمولر، عفوا بالماكسير، ماكسير فيس بريمولر لما ناخذ هذا ماكسيريتر، هذا كله ماكسيل. نلاحظ انه هنا هذا ما دبل فيس عفوا ماكسيري فيس بريمولر، لاحظ ان الكسب يكون شارب، يكون او خلينا نقول يعني يكون شارب ويبين ككسب يعني، يعني طالع لي فوق، شوفون شلون طالع. بينما هنا شوفوا شلون صاير، صاير مثل سينجلم، ما بين كلش، هو شو اسمه كسب يكون النهايه ما تبوينتد، بس يعني هو يبين ك مور ديفلوبد سينجلم. النقطة الثالثة circular occlusal outline، طبعا مبين occlusal outline، هذا occlusal outline، هذا كل occlusal outline يكون rounded، يعني لما نباع للسن باتجاه occlusal نلاحظ الشكل مالته الحدود مالته تكون circular او تكون rounded. خلينا نقول circular هسه، يعني مو angular، بس هذا مو سيركولر، هذا ما تبغى فيس بريمولر يكون الاوتلاين الكروسال الاوتلاين مالته سيركولر، عكس المانديبولا عكس ما عفوا عكس الماكزيري فيس بريمولر اللي يكون انجولر. لاحظ انه هنا الحواف هيك صايره، شلون الزوايا هيك صايره، بينما هنا لا. وحتى وهاي مبينه يعني ليش، لانه اللينجوال كاسب هنا يختلف، هنا يكون عبارة عن سينجل، فراح يكون شكله شلون ال هو راح يكون شكله شلون السينجل، يعني يكون شلون الكرة أو هيجي شي، يعني شلون لحظة هيجي، فراح تكون هاي الحافة تكون راوندد
عكس الماكسيري فيس بريمير، نلاحظ هنا مثل الزاوية صاير هنا، حتى هذا مبين يعني ككسب يكون شكله انجولر الاوكلوسال اوت لاين. النقطة الأخيرة سينجل راوندد روت، اثنين يحتوون على روت واحد ويكون راوندد.